مستني ايه؟ وانت يا اختاه منتظرة ايه؟ قالت يلا والله العظيم اقول لكم بقلب يحبكم في الله مغبون ورب الكعبة من دعي الليلة الى التوبة وما اجاب، خسران ورب الكعبة من ذكر الليلة بهذه الكلمات وما اناب، يا نادما على الذنوب اين اثر ندمك، يا نادما على الذنوب اين اثر ندمك، اين بكاؤك على زلة قدمك، اما تخشى من الهاوية، اما تخشى من الهاوية، اما فكرت في الوقوف بين يدي ملك الملوك جل وعلا، هل اعددت للسؤال بين يديه جل جلاله جوابا؟ وحسرتاه إن دعيت الآن إلى الليل إلى التوبة وما أجبت، وأسفاه إن ذكرت الآن بالأوبة إليه جل وعلا وما أنبت. يا نفس، يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل، فما يبقى العزيز ولا الذليل. التائب حبيب الرحمن، يا الله ورب الكعبة، لو لم يكن للتوبة من شرف إلا أن التائب إلى الله حبيب إلى الله لكفى بالتوبة شرفا، أن تجعل العبد المذنب العاصي بعد توبته وأوبته إلى الله تجعله التوبة حبيبا لله أمر فوق طاقة العقول. أنا العبد العاصي المذنب المقصر في حق ربي وفي جنب خالقي جل وعلا الذي أغرقني بفضله ومن علي بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، أعصيه وأذنب وأنحرف ولا أمتثل الأمر ولا أجتنب النهي ولا أقف عند الحد، وقد يقع الإنسان في كبيرة من كبائر الذنوب، بل قد يقع في أعظم كبيرة ألا وهي الشرك، ألا وهي الشرك، فإن تاب، فإن تاب وخلع رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان وردد بلسانه واعتقد بجنانه وبدأ يترجم بأعماله وأركانه، يصبح بعد هذه التوبة حبيبا للملك